جزا الله خير الدكتور احمد النقيب على ما قدم خير الجزاء. والان مع فضيله الشيخ الدكتور العالم الرباني الذي طالما اسعدنا وسعدنا بالماتعه وتعليقاته الطيبه التي لقيت في قلوبنا موقعا كبيرا، الدكتور سعيد عبد العظيم، ويكلمنا حول الاحداث الجاريه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، زادكم الله حرصا وهدى ودقا وبرا، وكما جمعنا في هذه الليلة المباركة الشريفة نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم، أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته، وإلا فالرجولة والكرم والمروءة والحرص بادي وواضح. ألا نفس ريحك ساعديني بسعي منك في ظلم الليالي، لعلك في القيامة أن تفوزي بطيب العيش في تلك العلالي. ولو استطاع الإنسان أن يصل ولو على رأسه، لا أقول على رجليه، لفعل ولم لا. والطاعات والقربات تستحق ذلك. الدجال يطوف الأرض وهو ممخرق، محرم عليه أن يدخل مكة والمدينة، ينتهي إلى بعض أسباخ المدينة. الأمريكان أتوا إلى أفغانستان وإلى العراق بخيلهم وخيلائهم يحاربون الله ورسوله مئات الأميال، يبذلون الغالي والرخيص، يتركون المال والأهل والوطن. فكيف لا نبذل في سبيل الله تبارك وتعالى؟ كان كعب بن الأشرف يقول إن الحرة إذا دعي إلى طعنة أجاب، وكان يهوديا يحارب الله ورسوله، ولكن يقول إن الحرة إذا دعي إلى طعنة أجاب. فكيف إذا ما دعي الإنسان لحسنة تثقل الميزان، لدعوة فيها معنى الجهاد في سبيل الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. دخلت بغي من بغايا إسرائيل الجنة في كلب سقطه الراحمون يرحمهم الرحمن، فكيف بما يبعث حياة القلوب والأرواح؟ معاني الإيمان، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب قال من يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة، فما قام أحد من شدة البرد والخوف والجوع، حتى عين حذيفة يقول فلم أجد بدا، فخرج وكأنه يمشي في دماس، أي يمشي في حمام. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. المعاني، كل المعاني تستحث كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن ينيب إلى الله تبارك وتعالى. حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجل أرسل ربنا له على مدرجته ملكا، لأنه زار أخا له في الله لم تكن له حاجة يربها عليه غير أنه يحبه في الله. فكيف إذا ما انضاف لهذا المعنى، معنى الدعوة وتعبيد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى؟ لابد من ارتفاع لمستوى الأحداث. وأنتم كنتم في عافية، والعافية اليوم أشد ولله الحمد والمنة، ولابد من تأدية شكر هذه النعمة، وإلا فالابتلاء والأذى فتنة، والعافية أيضا فتنة، وهذه وتلك تستدعي طاعة وعبودية لله تبارك وتعالى. يقول عبد الرحمن بن عوف ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر،
وقال البلاء يصبر علي المؤمن والكافر، أما العافية فلا يصبر علي إلا الصديقون. فأنتم في نعمة تستوجب الشكر، لابد من الارتفاع لمستوى هذه الدعوة. ونحن عندما نقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إذا ذكرت أحوال السلف بيننا افتضحنا كلنا، فلابد من مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سئل الإمام الشافعي رحمة الله عليه أيمكن العبد أم يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. بهذا جرت السنن والسير، لا يمكن العبد حتى يبتلى. لما تنظر في سير الأنبياء والمرسلين، نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه يناظر والدة، يناظر النمرود، يناظر قومه، يؤمر بذبح ولده الوحيد إسماعيل، يترك هاجر وإسماعيل، ابتلاءات متنوعة. وكان في النهاية أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. النبي صلوات الله وسلامه عليه أوذي في الله وما أوذي أحد، وضع سل الجزور على ظهره الشريف، خنقه عقبة ابن أبي معيط، حوصر في شعب أبي طالب 3 سنوات، أوذي في شخص أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، اضطروه للهجرة من أحب بلاد الله إلى الله ومن أحب بلاد الله لنفسه الشريفة، ومات يوم مات وهو سيد الأولين والآخرين، بعد أن رفع له ربنا تبارك وتعالى ذكره وأعلى أثره. ومقام عبد لله مقام ذل إلا وأقامه الله مقام عز، ما قام عبد لله مقام ذل إلا وأقامه الله مقام عز. بلال لما كان الصخ بيوضع على ظهره هو عام الفتح يصعد على سطح الكعبة وينادي فيهم بالنداء التوحيد، انظر لربما قال قائل أوذي وأذل، أذلوه وأهانوه، أبدا. لو طالت بك حياة ستجد هذا المعنى سينقلب إلى عز، كما حدث مع كل من ابتلي في سبيل الله. نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه أخذ من حضن أبيه بلا جريرة، قذف في غيابة الجب صلوات الله وسلامه عليه، بعد ذلك يدخل القصر، نوع آخر من الابتلاء، بيع بيع رقيق، يواجه فتنة امرأة العزيز، امرأة جميلة عندها سجن وعندها عزيز مصر في ديوسة، بعد ذلك يواجه هذه المحنة ويقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، ثم بعد ذلك يواجه فتنة النسوة فيقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ثم بعد ذلك يخرج من السجن لكي يمتلك زمان مصر، يتوجه إلى الله تبارك وتعالى ويقول رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لما تنظر وتتأمل للعز الذي ناله نبي الله يوسف بعد أن بيع بيع الرقيق وألقي في الجب ونحو ذلك، لو طالت بك حياة ستشاهد هذا العز. فلا يمكن العبد حتى يبتلى، وبالتالي لابد من صبر واحتساب للأجر عند الله. أنت عبد لله في عسرك ويسرك، في منشطك ومكرهك. يقول عبادة بن الصامت رضوان الله عليه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم من الله تعالى فيه برهان
وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فلا بد من ثبات على طاعة الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وعجائب التدبير ماضية في الخلق، لا داعي لأن نحجر واسعة، كيف ينتهي الظلم، كيف ينتهي الاستبداد، وقبل ذلك الصد عن سبيل الله. أعظم ظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك أن يصد عن سبيل الله وينفر من طاعة الله. إن كان البعض قد ناله بعض الظلم، جوع أو نحو ذلك، أو تخطي الرتبة، لا ده أنتم عانيتم يوم التزمتم بطاعة ربكم، فكان الصد عن سبيل الله والتنفير من طاعة الله جل وعلا وشغل طغاة وشغل طواغيت، تعذيب واعتقالات، كل ذلك أنتم تعلمونه جيدا، فصبرتم واحتسبتم الأجر. عجائب التدبير ماضية، وأنا لا أستبعد أن ما حدث كان بسبب دعوة مظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: واتق دعوة المظلوم، بمعنى أن ما حدث ليس بالحق واللزوم أن يكون بسبب التزوير لانتخابات مجلس الشعب ونحو ذلك، أو حتى بعض المليارات استلبوها من هنا ومن هناك، ولكن كل ذلك جرم. ولكن لا تستبعد دعوة مظلوم رافع أكف الضراعة لخالق الأرض والسماوات يرفعها ربنا دون الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأجيبنك ولو بعد حين. يقول سبحانه: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قال: واستفتحوا، أي أذن لهم في الدعاء على من ظلم، وخاب كل جبار عنيد. تستبعد دعوة امرأة مسكينة روعوها، أو امرأة انتهكوا عرضها ونحو ذلك، كل ذلك حدث. طابور المظالم طابور طويل، وأنا أقرأ وأطالع كيف أخذ البعض منهم في الأغلاق الحديد، أو دعوه السجن، أركبوه البوكس، يقول لهم: ده أنا بريء. أنت بريء؟ سبحان الله، يا كم ظلمت من إنسان حريص على طاعة الله لا تهمة له إلا أنه أطلق لحية مثلا، أو صلى في المسجد وما نقم منه إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. المذلة والمهانة، تقول سبحان الله، تقف مبهوتا على عجائب التدبير. ما الذي يحدث؟ ده أنت تشاهد آيات بينات تزداد بها إيمانا على إيمانك. ما قرأت وطلعت عن الظلم وأن الظلم ظلمات، لو أقيمت الجنة على حجر من ظلم لكان ذلك يؤذن بخرابها. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. تستبعد أن ما حدث بسبب قتل مسلم، الدماء التي أسيلت الطاهرة هذه بلا جريرة ارتكبتها سالت سلما تضيع هدرا أبدا. صاحب يسير رجل مغمور لا نادر ما اسمه ولا رسمه، كلمات بسيطة قالها أخذوه وقتلوه. يقول سبحانه: وما أنزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. بعد مصرع صاحب ياسين دمرت أمة بأسرها، هانت على الله تبارك وتعالى. المسألة ما تتطلب حتى تظاهرات وتكون هي السبب من شباب مثلا بكيفية أو بأخرى، ما تستبعد عجائب التدبير ماضية في الخلق. النمروز أهلكه ربنا ببعوضة. البعض سئل: لماذا خلق ربنا الذباب؟ قال: ليذل به الجبابرة. خلق الذباب ليذل به الجبابرة. انظروا، بعض يقول لابن السماك: ادعو الله لي. قال: ادعو لك، والف بالباب يدعون عليك ايستجاب لواحد ولا يستجاب لالف؟ ده كلهم مظالم.
أيستجاب لواحد ولا يستجاب لألف؟ فلا تستبعد دعوة مظلوم، دعوة مظلوم أن يروع الإنسان ليس فقط في ماله أو في بدنه، في عقيدته في دينه. لا يكاد يظهر الكثرة شعائر الإسلام أو دين يتخوف الواحد من كل مظهر إيماني، وبالتالي تحدث النقم. لا تستبعد، لا تستبعد أبدا. نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه تربى في قصر الفرعون، وهلكت الفرعون ستكون على يديه في النهاية. لا تستبعد ذلك. قوم نوح وعاد وثمود وقرونا بين ذلك كثيرة، كلهم انتهوا وقدموا على ربهم غير مأسوف عليه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. قد نفرح لزوال الظلم، لا بأس بذلك، إذا حدثت نعمة أو اندفعت نقمة الإنسان يحمد الله ويقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والبعض قد يبكي، ولا بأس بذلك أيضا إذا ما رأى مثل هذه المشاهد اتعاظا واعتبارا من أن يسلك مسالك الظلمة والفاجرة. أبو الدرداء لما فتحت قبرص جلس يبكي، فسأله صاحبه أبو غالب عن سبب بكائي في يوم عز الله فيه الإسلام وأهله، قال: بينما هي أمة قاهرة ظاهرة تركت أمر الله، لابد من ربط بالمقدمات ونتائجها، تركت أمر الله فأتاهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقال: توشك أن تخرب الأمم وهي عامرة؟ قيل له: وكيف ذلك؟ قال: إذا ساد القبيلة منافقوها وعلى فجارها أبرارا، وعلى فجارها أبرارا، أوشكت الأمم أن تخرب وهي عامرة. هذه خيانة للأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ما الذي يتقدم؟ يتقدم المسلم، يتقدم صاحب الكفاءة، عنده ديانة. ولله الحمد والمنة أثبتتم، والفضل كله بيد الله. كيف تكون الرجولة؟ ما الذي قام على أمن وأمان البلد أثناء الأحداث؟ أنتم، بعيدا عن الادعاءات، إخواننا ولله الحمد والمنة في كل مكان كانوا أشبه بوزارة اقتصاد وحكم محلي ومرور وأمن. أنتم الذين قمتم على شأن، حتى فيما يتعلق بالنصارى، ولذلك النصارى يطالبون بمنع الحراسة. وجدوا أنكم حققتم لهم أمنا وأمانا. كان البعض يستخدمكم بمثابة الفزاعة التي يتكلمون عنها، وأنكم تمارسون الشحن الطائفي وتعملون بفتنة طائفية. أثبتت الأحداث ولله الحمد والمنة أنتم أهل للقيام بالحق في الخلق وإسداء المعروف للبشر. أنتم أنفع الناس للناس، خير الناس للناس، أحرص الناس على سلامة وأمن هذا البلد، بعيدا عن الادعاءات. غيركم سواء كان ديمقراطيا أو ليبراليا أو علمانيا أو شيوعيا، لا خير في هؤلاء. أنا أقول لا خير فيهم. شأنهم كشأن حزب البعث في العراق، دخل الأمريكان، أين حزب البعث؟ لا وجود له. شيعة أشبه بمخالب قطط، أشبه بمخالب القطط، هذا شأن الشيعة. ما الذي يثبت؟ أهل السنة والجماعة. ما الذي ثابت في وسط هذه الأحداث؟ وما زلت أنا قادم من مرسى مطروح، الإخوة في جوف الليل والله نصبوا الخيمة ووقفوا لحراسة الطريق ونحو ذلك، واسمعوا ما الذي فعلوه في الضبعة وغير الضبعة وفي كل مناحي البلد. هذا هو شأن المسلم، هذا شأنه كشأن النخلة، كشأن النخلة ولله الحمد. وبالتالي لو فرضتم وصاياتكم على البشر هذا يتم بالحق الديمقراطي،
والليبرالي والملحد والشيوعي يقولون لا تفرضوا وصاياتكم علي، بل قد يقبل ويقبل وصاية الملحد ووصاية شيوعي وزنديق وراقص ومغني، يقبلون وصاية هؤلاء. أما لو رأى مسلما وكأن مكانته تسمح بأن يصل لابد أن تقوم الدنيا ولا تقعد، سيقولون لا نقبل وصاية الإسلاميين، بينما يقبلون وصاية الشيوعيين وغير، بل هم يفرضون وصايتهم علينا بالباطل. ولا أدل على ذلك، أنتم أذيتم في سبيل الله، هل ممكن ملتحي يعين معيدا مثلا أو نحو ذلك بشق الأنفس لو تم وحدث يتحكم هؤلاء في الملتزمين في المتدينين؟ هذا نوع من الأذى، نوع من الترويع المتبرجة، وكانها بمثابة المقياس والميزان للمنقبة وللمحجبة. نتهم بأننا أصحاب فكر ظلامي رجعي متخلف، إشادة بأبناء الفراعنة ونحو ذلك. نحن نفتخر بانتسابنا لدين الله، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حكم الله يحكم لا معقب لحكمه، ويقضي ولا راد لقضائه. لا نستسلم إلا لتشريع رب العالمين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا له الخلق والأمر؟ كما له الخلق له الأمر جل في علاه. فالتشريعات الوضعية والنظم القانونية الطاغوتية أورثت البلاد والعباد دمارا. نحن لا نقبل ديمقراطية دين عند أهلها وثن يعبد من دون الله، لا يصح أبدا التكلم بها، وإلا فالنبرة عالية. وحتى ما حدث في الأيام الأخيرة من تظاهرات، بعض الشباب يصرح بأنه لا يقبل إلا دولة مدنية وحكم ديمقراطي. بعض الناس المنسوبين للدعوة هم كذلك يلوكون نفس التعبيرات ونفس المصطلحات. هذا بلا شك فيه خطر كبير. نحن لا نرضى بالإسلام بديلا. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالواجب علينا أن نرجع للكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع وقف يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد على الحوض. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. فلا يصح أبدا أن نستبدل بالإسلام ديمقراطية. لا تتكلموا بكلمات لها معنى لها مضمون عند أهلها. وحتى المطالبات بحريات ونحو ذلك تحتاج إلى ضبط. الشباب إن كان قد قدم لنا معروفا نقول جزاكم الله خيرا، ولكن لابد من ضبط للمطالب وللمقدمات وللنتائج، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك أيضا عن بينة. الحريات التي يطالب بها قد تصل إلى حرية الشذوذ الجنسي، نرفضه. سنصير كقوم لوط، أهلكهم ربنا، جعل عليهم سافلة وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود، قال مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. حرية المرأة، تبرج وخلاعة وفسق وفجور واختلاط، حرية تملك بالربا، حرية رأي يكفر بخالق الأرض والسماوات ويروج فلسفات منحلة وكلمات مارقة في مجتمع مسلم، حرية شخصية يزني ويزنى به بلا اعتراض. إذن هذه الحريات المتفلتة نحن لا نقبلها. الحرية عند المسلمين تصاغ في قالب العبودية، كل كلمة لها معنى لها مضمون. ديمقراطية كحكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه يتنافى مع أبسط معاني الإسلام الذي تدين به. نحن لا نعيش نقرأ ونقرأ أو ساعة وساعة أو نسير هائمين على رؤوسنا. كل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة
أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحكم لله تبارك وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالحريات والديمقراطيات التي ينادون بها مرفوضة عندنا، لا نقبل. الدولة المدنية التي يطالبون بها لا يذكرون في مقابلة الدولة العسكرية، لا يقصدون بها دولة لا تمت للإسلام بصلة. نحن نريد تحكيما لدين الله في كل نواحي الحياة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية، تتعلق بالحرب أو بالسلم. فصل الدين عن الدولة أو الدين عن السياسة أقصر طريق إلى الكفر. لا نقبل هذا الفصل المريب، لابد من وصل للأرض بالسماء والدنيا بالآخرة. ليس عندنا رجال دين ورجال دولة، رجال الدولة لابد وأن ينصابهم بصبغة الإسلام. الحكم موضوع لإقامة الدين وسياسة الدنيا به، لأنذركم به ومن بلغ. لا يصح أبدا أن يتعدى إنسان حكم الله جل وعلا، فضلا عن أن يؤصل لهذه الأضاليل ولهذه الأباطيل. الأمم لها دساتير، أمريكا لو ذهبت أنت إلى هناك يطبقون عليك الدستور حتى في الأحوال الشخصية. لو طلق الرجل زوجته يأخذون نصف مال، تقول ده أنا مسلم عندنا حكم شريعة كده. لا، طالما أقمت هناك فالدساتير تطبق حتى على المسلمين. بالنسبة لنا نصارى وغير نصارى أحوالهم الشخصية قد لا نتطرق لها، إن احتكموا إلينا حكمنا فيهم بشرع الله، وأمة تحكم بدين الله سواء كانت أقلياتها مسلمة أو أغلبياتها مسلمة. نحن لا نسير سيرا ديمقراطية، لا، لا نقول حكم للأغلبية وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نجهر بكلمة الحق، وإلا فالكلمات المائعة الشائعة هذه من شأنها أن تضيع معالم الحق والحقيقة. ولذلك عندما تكلمنا وقلنا لابد من تطبيق الشريعة وعدم المساس بالمادة الثانية، البعض قال أنتم ستستفزون الناس من حولكم، وهاهم البعض يطالب بدولة مدنية. أبدا، المطالبة هذه كانت من قبل وما زالت، وكنت أنت لا تستطيع الهمس حتى من دخل البرلمان وتوسم الناس فيه أنه سيتكلم بتطبيق الشريعة. أبدا ما كان يستطيع الهمس حتى بكلمة الإسلام، فضلا عن أن يقول نحكم بشرع الله وأقيم حلف لمنع تطبيق الشريعة. وكل يوم مزايدات، دولة مدنية، دولة ديمقراطية، الناس ما يسمعون إلا هذه الكلمات. ما الذي يجهر بكلمة الحق؟ ما الذي يزول عن حمى هذه الشريعة؟ ثم التمايز حتى لو حدث، هذا لمصلحتنا، لمصلحتنا. وإلا فالميوعة خطر، ميوعة أقرب للنفاق. الوضوح مطلوب ليحيى من حي عن بينه، وأهلك من هلك أيضا عن بينه. يقول سبحانه لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم، أي لو تميزوا. منع الصحابة من دخول مكة عام الفتح، وتأخر الفتح سنتين بسبب وجود بعض المسلمين المستضعفين بمكة. لو دخل الصحابة لقتلوا معه من قتل، فكانوا سيعايرون به. يقال قتلوا إخوانهم في العقيدة فتأخر الفتح. يقول وبين سبحانه أنهم لو دخلوا مكة على المشركين لانتصروا عليه، ولكن تأخر الفتح سنتين لهذا الاختلاط الذي يحدث. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم. أترك المسألة واضحة، أنا أقول نطبق شرع الله، حياتنا لا بد وأن تكون إسلامية، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي. هذه عقيدة، هذا دين يدان به لله تبارك وتعالى. فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. أنت تصلي وأنا سأقول لك صلي،
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا مطلوب. فنفس القضية في معاني التوحيد، أنت موحد وأنا لا يسعني إلا أن أنقل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نصوص الشريعة، نصوص الكتاب والسنة كلها تأمر بالرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله. فالدستور والقانون والصندوق الزجاج الشفاف الذي يتكلمون عنه والإشراف القضائي، كل ذلك لابد أن يصبغ بصبغة الإسلام. لماذا؟ الصندوق الزجاج الشفاف قد يأتي بامرأة لا يقبل، تقول ده انتخابات نزيهة مرفوض، ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لا نسوق مقدمات يترتب عليها نتائج مخالفة لشرع الله مرفوضة. الإشراف القضائي قد يأتي بكافر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، الإسلام يعلى ولا يعلى عليه، فغير مقبول حتى لو تم بالإشراف القضائي. حكم الحاكم، قضاء القاضي، فتوى المفتي، لا تجعل الحلال حراما ولا الحرام حلالا، لا بطع على الرؤوس عندنا، لا شيء نتوارى به خجلا، هذا تشريع رب العالمين. إذا كان الديمقراطي والملحد والشيوعي كلهم يشترئ ويرفع عقيرته، كيف لا تشترئ وأنت؟ ارفع صوتك، لابد من توضيح للمفاهيم. يعتبرون من الخيانة العظمى ويعاقبون من خرج على دستور البلاد حتى وإن كان وضعي، فكيف بمن خرج على شرع الله؟ كفر بالله، نصب لنفسه ندا وإلها مع الله، خرج يحارب الشعائر والشرائع، ما تحتمل يعني صعوبات في الفهم، لأن مسائل بسيطة، مسائل بسيطة جدا واضحة جدا. كما ذكرنا لابد من ضبط للحياة بدين الله تبارك وتعالى. يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك أيضا عن بينة. الأمة إلى خير، وليس لنا أن نيأس، ليس لنا أن نقدر ما الذي سيأتي غدا، لا أبشر بل وبشر الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر ولا تنفره، والواقع يصدق. هذه الاستجابة، هذه الصحوة الإيمانية لها ما بعدها بإذن الله تعالى. كل مقدمة لها نتيجة، كل عقيدة لها تأثير. يا والله الحمد والمنة، أنتم تملؤون السهل والجبل، التدين في تزايد مستمر، ولابد من استثمار لهذه اللحظات في إبلاغ الحق للخلق. كونوا يدا واحدة على عدو الله وعدوكم، البركة والخيرات تحل الله تبارك وتعالى. أنتم حلمتم الدعوة، وخصوصا خط الصعيد يكاد يكون كان مغلقا تمام. أنا والله ما أن نجلس هكذا ونحكي ونتحدث بهذه الكيفية وكأنه مسألة كانت في الأحلام، كانت في الخيال. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالح. حتى الدعوة لو كنت بتدعو لرقصة لأغنية تفتح الأبواب والشبابيك وتستقبل استقبال الفاتحين، أما أن تقول ربي الله تقوم الدنيا ولا تقعد. وما حدث مع الأولين يحدث الآن، سنن تتكرر، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. التهمة هي إيه؟ التهمة قل تهمة لا أنفيها وشرف لا أدعيه. دعواتكم دعوة سلمية علنية، ونحن تجنبنا والله الحمد والمنة أمورا عن عقيدة، تجنبنا العنف في غير موضعه، تجنبنا حتى دخول البرلمان، تجنبنا فيما مضى، تجنبنا مسالك التكفير، جنينا خيرات وبركات، صارت الدعوة والله الحمد والمنة وانتشرت بفضل الله. ولا أغالي لو قلت أكبر دعوة على وجه الأرض وأصح دعوة على وجه الأرض، ولا نقبل مزايدات، بمعنى أن واحد يدخل البرلمان يحجر به الواسع أن ده الحل الوحيد، ده الخيار الاستراتيجي، ده الحل الأوحد، ده مرفوض. أنت خالد نتمنى لك الخير، عسى توفق وتحكم بشرع الله جل وعلا،
لا تغير جلد، لا داعي لأن تصير ديمقراطيا وتطالب بدولة مدنية. أتمنى لك الخير، وأن تحج الوسعة لا، لا داعي مثل هذا التحجير، لا داعي حتى من صار فيه تظاهرة أو غير ذلك. نتمنى له الخير، ولكن أن يحج الواسعة وإلى فقراه. إن شئتم سير الأنبياء والمرسلين، نبي الله نوح، نبي الله موسى، نبي الله عيسى، لماذا قلت نبي الله يحيى ونبي الله إذا دخل البرلمان؟ أبدا، ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم المال والجاه والسلطان أبدا، إلا أن يكون عبد الرسول يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تملك بها العرب وتدين لكم بها العجم. لماذا قتل عبد الله الغلام؟ لماذا قتلت المرأة التي تحمل صبيا لها في قصة أصحاب الأخدود؟ تهمة واحدة، أنهم كانوا يعبدون الدنيا بدين الله. هذه تهماتهم، لم يدخلوا لا برلمان ولا غير برلمان. ادخلت، نتمنى لك الخير، ولكن لا تحج واسعة، إن هذا هو السبيل الوحيد، ده الخيار الاستراتيجي، ده الحل الأوحد. لا، ده مرفوض. منهاجنا وسبيلنا هو منهج الأنبياء والمرسل حتى في الإصلاح. ما هو الإصلاح؟ البعض يقول لك التعليم، والثاني يناوشه ويقول اقتصاد، والعاشر يقول بل سياسة. لا، البوابة عندنا تعبيد الدنيا بدين الله. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو سبيل الإصلاح الذي ينتهي بنا إلى صلاح. التغيير الذي ننشده يبدأ من النفس، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التمكين محض فضل، مقدمة إيمان وعمل صالح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. النصر، وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم. يقول أحد العلماء ليكن قول أحدكم للآخر إن الله معنا، ولن يكون الله معنا إلا إذا كنا مع الله. فعادت الخيرات والبركات على الالتزام بدين الله، ما في سبيل آخر أن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام. عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قال لسعد بن وهيب، قال النبي وصاحبه يا سعد ليس بينكم وبين الله نسب، أنتم عباد وهو ربكم، تنالون ما عنده بطاعته. ما عند الله من خير وبركة وسعة رزق، نصر وتمكين، صلاح وإصلاح، ما نناله إلا بطاعتنا له. مسألة بسيطة، مش عايزة ديمقراطية وفلسفات وليبرالية وبراجماتية، وبيتكلموا مع ناس يقول لك عمال وفلاحين، وبيستوردوا كل يوم مصطلحات ما الذي يفهمها؟ مشاكل. لدى الأمر أبسط من ذلك، ما من نبي إلا وبعث بلسان قومه ليبين له. كان عمر بن الخطاب يقول إني لا أعد للحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله، هذا هو الذي بلغنا به ما بلغ. ما كان يعد خطة جهنمية مؤامرة وفيها عضلات فتلات، إني لا أعد للحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله، هذا هو الذي بلغنا به. مشكلة مع زوجة، مع أولاد، مع جيران، مع أعداء، مع أصدقاء، أنت تستعين بالله، عبد الله، تقيم أمر الله جل وعلا في نفسه وفي من تستطيع، هذا هو الواجب عليك. لما دخل عمر الشام بثياب رسة واعترضه أبو عبيدة، قال لو غيرك قالها أبا عبيدة، أبو عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد، إن كنا أذل قوم، فعزنا الله بهذا الدين، فمهما نطلب العزة في غيره أذلنا الله. وإن طالت بك حياة لابد، وأن تشاهد السنن والسير لابد، ولكن المسألة في أن عمر الإنسان قد يكون أقصر من عمر السنة، تأتي في البداية، تأتي في وسطها، أنت تشاهد ظلما وتشاهد علوا للطغاة والطواغير. لو طالت بك حياة تشاهد مصرع فلان وعلان، وفي الدنيا قد يحدث قبل الآخرة، وإن كان صلب العذاب أخروي،
لا تستبعد ان فرعون الذي قال للناس أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أجرى ربنا الأنهار من فوق رأسه جزاء الوفاق، ومات يوم مات وهو يقول أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك. أنتم تشاهدون آيات تجلي عن وصف أي والله حقبة وفطرة، سبحان الله، أنتم في نعمة، وبالتالي أدوا شكرا. لابد من تعبيد للدنيا بدين الله. منهجنا هو منهج الأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدٍ، أن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. لابد من لين ورفق، إعانة للخلق. أنتم بلسم حياة، والله الحمد والمنة. الطاعات ما تقتصر على صلاة وصيام، ما تقتصر على الملتحين والمنقبات، ما تقتصر على حيز المسجد. دعوتكم دعوة عالمية. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحن أحق من أمريكان وغير أمريكان بإقامة الدولة العالمية. أمريكان وغير أمريكان هذه دول هشة لا تثبت، والله أقسم بالله لا تثبت إن اعتصمنا بحبل الله المتين وبذكر الحكيم وصلاته المستقيم. والله عبادا فطنة، إن الله عبادا فطنة، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فلا بد من استقامة على شرع الله، وأن نهتف في الدنيا بأسرها بإقامة دين الله. قد لا نستطيع إقامة الحق في الخلق، قد لا نستطيع تطبيق الشريعة، على الأقل حراسة الشعائر والشرائع قدر الاستطاعة، وليس المقدور عنه كالمعجوز عنه. نفعل كفعل صاحب ياسين، رجل مغمور أتى من أقصى المدينة يسعى، شاهد مصرع المرسلين، ما غير ولا بد، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وأنتم تقرؤون إصرار وتصدي وصمود وتحدي، وقد يكون ذلك في رقصة وأغنية، ويقولون ثابت على المبدأ، والمبدأ شيوعي، اثبت أنت على طاعة الله، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. لما شاهد مصرع المرسلين أتى من أقصى المدينة يسعى بكل همة، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. لم يقل اتبعوا ديمقراطية وعلمانية وليبرالية، لا، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. لما أخذوه وقتلوه نصحهم ميتا كما نصحهم حيا، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فاستعينوا بالله كما ذكرت، لابد من التعاون على البر والتقوى. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. وأنا ما أحيل البركات التي نعيشها إلا بسبب بركة المنهج، منهج سوي، والله الحمد والمنة. أكبر دعوة، وأنا أعني ما أقول، أكبر دعوة على وجه الأرض، ليس فقط في الصعيد أو في قنا، أكبر دعوة على وجه الأرض، لا أقول في وأخص مصر، لا، السبب بركة منهج واجتماع على طاعة الله. أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لين ورفق في التعامل مع الخلق، إسداء للمعروف لكافة البشر. لا مشكلة عندنا في التعامل مع النصارى، حتى لو حكموا بقانونهم الشخصي في كنائسهم لا حرج أبدا في ذلك، إن احتكموا إلينا حكمنا فيهم بشرع الله. البابا شنودة
كان أثناء الأزمة، أزمة الطلاق والزواج المعروضة على القانون، كان يطالب بتطبيق المادة الثانية من الدستور، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. انظر، إن كان البعض منهم يتنكب الآن ويقول لابد من إلغائها، هذا من أهل الخسة والدناءة، وإلا فكما ذكرنا ما عاشوا في عدل وفي خير إلا أثناء تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. فهذا تشريع رب العالمين لابد من التمسك به. الحقبة الفرعونية حقبة انحراف، حقبة ظلامية رجعية متخلفة. البشرية بدأت بنبي مكلم، بنبي الله آدم أعلى درجات الهداية، بنبي مكلم. فمن تزرع بأن الأجداد فراعنة لا نقول له أنت جاهل، جاهل بالتاريخ والجغرافيا، وإلا فبداية البشرية بنبي مكلم. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كما ذكرنا لابد من النهوض بالحق في الخلق وإبلاغ دين الله للناس كافة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. ونسأل ربنا جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصومة، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، وأن يولي علينا خيارنا. اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شر أشرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، وحاذر سخطك واتبع رضاك برحمتك يا ارحم الراحمين. وفي اسئله ده مش هنطول عليهم كده. الله يكرمك. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ثلاث ايات. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. البعض قال هذه خاصة باليهود، هذه خاصة بالنصارى، هذه خاصة بالمسلمين. لا، حتى وإن نزلت في اليهود أو في النصارى إلا أن الخطاب يعم، والشرع لا يفرق بين المتساويين ولا يساوي بين المختلفين. ثم نحن نفرق، والآيات هذه تعم الحكم والمحكوم. كثرة منا لا تطبقها إلا على الحكام فقط، لا، حكام ومحكومين. أنت مطالب بأن تحكم بشرع الله في حياتك الخاصة والعامة، لا تنزل على حكم العرف والعادة والبيئة والنشأة والناس بتعمل والناس بتسوي. لا، ضع شرع ربك نصب عينيك. في صور يكفر بها الإنسان إذا لم يحكم بما أنزل الله، إذا جحد شرع الله، ساوى حكمه بحكم الله، رأى أنه مخير، فضل حكمه على حكم الله، عمل كما يفعل أولاد علي الأبيض وعلي الأحمر، يسمونها سلوم وعادات، لا تجوز، هذا لا يجوز. إطفاء اسم المشرع ووضع مصادر وموارد للقانون الوضعي، كل ذلك لا يحل. فصور تكلم عليها أهل العلم قالوا يخرج بها الإنسان من الملة، وصور أخرى قالوا كفر دون كفر. عناها ابن عباس عندما قال كفر دون كفر، إنسان حكم في مسألة أو في مسائل بغير ما أنزل الله، مع إقراري على نفسي بالذنب ومع اعترافي بوجوب تحكيم شرع الله، هذا هو الذي قال عنه كفر دون كفر. ولا ننسى ابن العربي حكى اجماع اهل العلم على ان شرع الله فيه ظلم دون ظلم، وكفر دون كفر، وشرك دون شرك، ونفاق دون نفاق، وفسق دون فسق. واستدل الحديث ام المؤمنين عائشه رضوان الله عليها عن اكثر اهل النار النساء، فلما سئل عن سبب ذلك قال انهن يكفرن
قيل أكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ألا كيف التعامل مع النصارى في المجتمع الإسلامي وخاصة في مصر؟ والإسلام والصليب أو لله النبي صلى الله عليه وسلم ولله والصليب شعائر كفرية شعائر ضلالية بكل وضوح عبارة. يعني والله الحمد والمنة كان من مزايا عدم دخول البرلمان وغيره أننا لم نشعر كما يشعر البعض أصلا مضطر. أنت مضطر، أنت مش قادر تنطق بكلمة إسلام، مش قادر تنطق بكلمة شريعة. لا ده وأنا هنا لا أقصد في هذه المحلة أو في هذا المكان، لا في كل مكان أجهر بكلمة الحق، أجهر أنا حتى لا تضيع ولا تميع الشرائع حتى تظل الأمور واضحة بينة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع تصليبا إلا نقض، إلا نقض في عقود الزمة لا يظهر صليبا لا يظهر. كنا بنتركهم وما يدينون مضبوطة، الحبل ليس على الغال، ما تعبد في كنيسات بعض منكم لربما يقول أين المساواة، أخذك أنا من يدك وأذهب لك بك إلى إيطاليا بلد الفاتيكان. ذهبت إلى هناك لم أجد مسجدا يتيما، انظر لم أجد مسجدا يتيما أصلي فيه، مفيش مسجد. المسجد الوحيد في روما كان مر عليه أكثر من 20 سنة لم يكتمل بناء، المسجد الوحيد في روما. مررت أنا بفينيسيا وميلانو وغير ميلانو ما وجدت مسجد، حتى المكان الذي دعيت فيه أطلقوا عليه مركز ثقافي إسلامي، مركز ثقافي إسلامي عبارة عن جراج. أنا ظننت أن أنا رايح الفندق 5 نجوم مثلا وقاعة مؤتمرات، أبدا أبدا، المركز الثقافي عبارة عن جراج. ليه؟ ممنوع أقول بأعلى صوتي لمن يقولون مساواة وفتنة طائفية وحقوق أقليات، ده المشهد هذا لا تجد إلا عندنا. بين الكنيسة والكنيسة تجد كنيسة، بين الكنيسة والكنيسة تجد كنيسة، هذا المشهد غير موجود إلا هنا. ذهبت إلى فرنسا فيها فعلا بعض المساجد، ولكن مساجد كل ما عن الواحد وامتلك قرشين هيبني مسجد، لا مسألة ليست هكذا، قانون وتراخيص وتصريحات وتصريحات البلد. في باريس لو قلت لك تقريبا العدد المساجد ما زادت على 10، ما زادت في باريس على 10 مساجد، على 10 رغم ان عدد المسلمين بالملايين، يعني ثاني تعداد موجود في فرنسا للمسلمين، اكبر جاليه، اكبر جاليه، يعني كان تقريبا ايامها حوالي 7 مليون، 7 مليون. فالمساله كما ذكرنا تضبط المساله بالنسبه لحق النصارى باختصار شديد. تجوز الهديه، العياده في المرض، رحمتهم بالرحمة العامة، إطعامهم من جوع، سقياهم من عطش، مداواتهم من مرض، التزود من نسائهم، أكل ذبائحهم إذا ذبحوا من في مر، كل ذلك يجوز، البيع والشراء معهم، العدل، كل ذلك جائز. وفي المقابل كل ذلك دلت عليه الدلائل، نسردها لو اتسع الوقت. وفي المقابل لا محبة، لا أخوة، لا صداقة، لا مودة، لا موالاة. بهذا وذاك نطقت نصوص الشريعة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حاد الله ورسوله ولا تركنوا إلى الذين ظالموا فتمسكم النار، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وفي ذات الوقت النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى مع اليهود،
ما تدر عمر هنا من يهودي، كان دعي لطعام يهودي المدينة، عاد الغلام اليهودي في مرضه وقال له أسلم، فقال له أبو أطيع أبا القاسم أسلم الغلام، وفاضت روحه من ساعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبه، التزود من كتابي والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلك، وكان الزواج من المسلمة أفضل وأولى وأطيب، ولكن يجوز الأكل ذبائحه، واليهود أكثر حيطة من النصارى في الذبح، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هي ذبائحهم باتفاق المفسرين، باتفاق المفسرين العدل معهم. عبد الله بن رواحة ده بيخلص نخل يهود خيبر أرادوا رشوته، فقال يا أعداء الله تعلمونني السحت، فوالله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض لي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني حبي إياه وبغضي إياكم على ألا أعدل بينكم. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعدلوا هو أقرب للتقوى. ففي أشياء بتجوز وأشياء لا تجوز، الخلط حدث نتيجة النظر لطائفة واحدة من النصوص، من نظر للطائفة الأولى التي تجزي البيع والشراء والتزود من نسائها خلاه، يبقى إذن في مواد ورحمة، لا يتزود من كتابية ولا يحب ما هي عليه من دين باطل. انظر هذا هو مربط الفرس، يتزود من كتابية ولا يحب ما هي عليه من دين باطل. الوالد قد يكون كافرا، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، فأنا أصاحبه بالمعروف بل وأبره، يطلب مال ولا أعطيه وأقوم على خدمته، وأنا لا أحب ما هو عليه من دين باطل. هذا هو مربط الفرس، بعض بيقلت بالمسائل، نصنع كالخوارج مع المرجئة ونحو ذلك، طائفة تستدل بهذه النصوص لتنكر المعنى الآخر، وطائفة تستدل بأن مثلا وظل ترضى عنك اليهود ولا النصارى، يقول لك يبقى ما فيش بيع ما فيش شراء، لا مواد بيع وشراء وارد، أكل ذبائح مواد، ما تعطلش نص من النصوص، استدل بكل ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيوجد الكثير من أئمة المساجد بارك الله فيكم وزادك الله زادكم الله حرصا وهدى وتقى. توجيه كلمة لهم للحديث عن شرع الله على المنابر، فالناس في بلادنا مغيبين، لا أبدا، الناس عندها وعي ما شاء الله تبارك، ما هو بدليل القدوم والساعات متأخرة، فكلكم حرص على طاعة الله وعلى يعني معرفة الحق والنهوض بالحق في الخلق. لابد أن يكون لنا منهج بوابة. أنا قعدت مع أستاذ دكتور في المخ والأعصاب، قال لي أنا أقرأ كل يوم ما لا يقل عن 50 صفحة، صادق، بس 50 صفحة تشوش المخ، لا يمكن أن يخرج منها بذات إلا ما وافق الرأي والهوى. كيف؟ حاطب بليل، والحاطب بليل قد يحمل في حطبه حية تلدغ، فتجده حيقرأ للعقاد، حيقرأ لطه حسين مثلا مثلا. طب وهل هذه القراءات أحيانا البعض معتاز أقرب لعقيدة المعتزلة، عقلاني حيرد النصوص بهواه برأيه، وتقول أنا أصل بحب الإسلام وأحب القراءة في الإسلام، لا ده هذا غير مقبول، لابد من المنهج. الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، بفهم علماء الأمة المعتبر السلف هم الصحابة ومن تابعهم بإحسان من سائر قرون الخيرية وأئمة الدين العدول والسلفيون من تابعوهم على هذا الفهم إلى يومنا هذا من أهل السنة والجماعة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نصيحتي لنفسي والإخوان أيضا أن نعمل بما تعلمناه،
العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتاح. علينا وصل في فترة الستينيات يحكي حتى أساتذة الأزهر، لا أغالي لو قلت ذلك، الواحد كما يقولون جعبة علم بس ثقافة، يقولون مثقف إسلامي حافظ للنصوص، تدخل البيت أغني ورقص وتبرج واختلاط، فين الالتزام بدين الله؟ مأساة. فكلمة المثقف حتى أنا بدل يقشعر منها، وأضيف لها اليوم التنوير وما التنوير وطائفة المبدعين، مبدعين ده كلهم منحني، ايه مبدعين يا اخوان ومثقفين وكأن مطلوب منهم قيادة الأمة؟ لا، العلماء سادة والفقهاء قادة ومجالستهم زيادة. لا نقدم ما أخره الله ورسوله ولا نؤخر ما قدمه الله ورسوله، يتقدم الصالحون، يتقدم علماء الأمة، هم الذين يتقدمون الركب. فالحاصل فترة طويلة حصل فيها انفصال بين العلم وبين العمل، العلم في وادي وتجد الواحد حافظ ولربما لا يصلي، مد بيلقيه على الطلبة، مشكلة، هذه مشكلة. دعوة بالسلوك أبلغ من الدعوة بالقول. فأنا أهتم بنفسي وبإخواني حسبة بسيطة، ما تعلمناه من دين الله نعمل به. يقول أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقلبون على القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا قرأوا العشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميع حسبة واحدة، حسبة واحدة. قضية ماذا تقرأ ولمن تقرأ مهمة جدا. اصنع لنفسك مكتبة حتى مصغرة فيها كتاب في التوحيد، كتاب معالج الخبور كتاب قيم جدا، شرح الطحاوية، العقيدة الواسطية، كتاب في التفسير ابن كثير. قد لا تأتي على كل ما فيه، ولكن ذات مرجع موجود عندك تعترضك الآية، افتح التفسير واقرأ، أو اجلس مع الناس تعطيهم درس. ليس بالحتم واللزوم أن يكون على جهة الإلقاء هكذا مثلا والارتجال، لا اقرأ. كان الإمام أحمد لا ينقل إلا من كتاب، لا يقرأ إلا من كتاب، لا مال، افتح الكتاب واقرأ للناس كل يوم درس. أنتم في الفرصة اغتنموه. البعض كان يسألني والله سؤال مريب جعلني أتألم، قال لي: من الممكن أعطي درسا بعد صلاة الفجر؟ سبحان الله، وصلت المسألة والخوف إنك تعطي درس بعد صلاة الفجر، هو ده اللي يمنعك؟ ما تدي درس بعد صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء مع المحبرة إلى المقبرة، كما قال الإمام أحمد. الإمام ابن الجوزي طفد، ينقل على الإمام أحمد أنه طاف الدنيا مرتين جمعا للمسند، جمعا محائل الله هكذا، طلبا للعلم النافع ولمتابعته بعمل صالح. فأنتم في فرصة، كل فرع من فروع العلم في كتاب، في كتاب، وارجعوا للعلماء المعتبرين. ما خلت الأرض من قائم الله بحجة، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهل. في الصعيد بالأخص يوجد الثأر، فكيف نصد أو نراعي ذلك؟ لا، ما يصح، هذا افتئات، هذا نوع من الافتئات، افتئات بداية ونهاية، أن يترك للأفراد أخذ واستيفاء القصاص على مثل هذا النحو، ده هذا فيه تعدي. خصوصا أنتم تشاهدون ابن العم يقتل، ابن الخال، لماذا؟ أخوه، وإذا الموجودة سئلت بأي ذنب قتلت يقتص حتى من الجاني، لا، وأنت تنصب نفسك قاضيا
ومتهما وجلادا، غير مقبول، غير مقبول. اصطفيت انت دايما في الحبس مظالم، ناس اتهموا بجرائم قتل واستوفوا حتى الحبس، وبعد 20 سنة تثبت براءته، فكيف حبس؟ بل انت هتقتله، بل هتقتل ابن عم، هتقتل الاخ، لماذا؟ غير مقبول. هذه قضايا الحاكم او من ينوب عنه هو الذي يستوفيه. ولو تنزلنا عن القصاص لاخذ الدية لا بأس، العفو وصفح. وانا جزاك الله خيرا على السؤال، يعني اعرج تعريضة بسيطة، والا فانا اخشى من طول الوقت وارهاقكم. مسألة العفو والصفح حالية بكم، خصوصا الصعيد، طبيعة البيئة والنشأة طبيعة ما شاء الله فيها رجولة وسخونة، ولكن أخشى من الجول والتعدي وعدم الميل للعفو والصفح. أنت تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فلا يصح، لا يصح أنك كلب ألف مكيال، وإلا فعندما تقول ده أجرم في حقي ولا يمكن أن أعفو، أو إن لو عفوت عنه هينظر إلي نظرة احتقار، وبالتالي اترك الوساوس، انزل على شرع الله حتى وإن كان مستحب. أنا أنظر لهذه المسألة حقيقة بتلذذ شديد جد، وكل المسائل حتى وإن كان مستحب لا تستطيع ترك لا واجب ولا مستحب، فضلا عن أن تترك الدين بالكلية. الحياة لا تكتمل، الحياة لا تكتمل. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح، ما الذي فعل؟ صدوه عن سبيل الله، أي والله قتلوا البعض من أصحابه، نعم أخرجوه، كل ذلك أنتم تعرفون. ولما تمكن ما الذي قال؟ قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم بعد اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، أنتم تسنون بالسنة، فما الذي يمنعكم من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة؟ انظر نفس القضية، وقف نبي الله يوسف مع إخواته، ألقوه في غيابة الجب، كل الابتلاءات التي حدثت معه مقدمتها الإلقاء في غيابة الجب. لما التقى إخوته قال يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، هيدخل السجن ويتعرض لبلاء وكرب بسبب الإلقاء في غيابة الجب. بل حتى من حسن التعبير والخطاب والأدب لما التقى إخوته قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، لم يذكر كلمة الجب. هم الذين قذفوه في الجب يقولون ذكر الجفا في وقت الصفا جفا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدر من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. أبو بكر قصة عرك، وأنت أحيانا تميز تقول هذا أنا إلا القضية دي. أبو بكر الصديق رضوان الله عليه لما خد مصطح ابن أثاثة في عرض أم المؤمنين عائشة، وأبو بكر هو الذي ينفق عليه، وأقسم بالله لا يقطعن النفق عن مصطح، نزل قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. واصل مصطح ابن عثاثة وكفر عن يمينه، وكفر عن يمينه، ارتفعوا لمستوى الإسلام الذي شرفكم ربنا به، لا داعي لتغليب الهوى والرأي، لا داعي. لأن أحيانا كثيرة قد لا أحسن القصاص وأنتم شاهدتم، قد لا نحسن القصاص فعلا، تعال أدب زوجة أدب ولد، تجب الضرب على الدماغ والضرب على الوجه، بعد ذلك تقول لي أنا أؤدب ولدي؟ هل هذا تأديب؟ ده أنت بحاجة لمن يؤدبك، لا تضرب الوجه ولا تقبح، ليس هذا تأديب؟ زوجة هتكسر لها عضوا، هل هذا تأديب؟ هذا جور، هذا تعدي، لا يشفع لك أنها فعلت كذا وسوى كذا. وعلى العكس والنقيض،
لو سلكت مسلك العظم، العضلات موجودة، الزوجة تدرك تماما والولد يعلم عندك قوة رد، ولكن لما تسلك مسالك العفو والصفح تجد من أمامك وكأنه ينخزي، يعني لو غصت به الأرض لا بأس، نتيجة الإحسان، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. إبراهيم بن أدهم قال له يهودي ألحيتك أطهر أم ذنب الكلب أطهر؟ سؤال استفزاز، هل هذا سؤال؟ قال له إن أنا دخلت الجنة علمت أن لحيتي أطهر من ذنب الكلب، وإن أنا دخلت النار كان ذنب الكلب أطهر من لحياتي، فأسلم اليهودي. في مسالك قوية، مسالك كلها إيمان، بداياتها ونهاياتها طيبة، إنما أنا أضرب الولد قد يموت والله، أنا أذهب أنا يشفع لي أنني كنت أعذبه مثلا، مات الولد كسر عضو، مات. تعالى بعض إخواننا في وقت من الأوقات كان وكأنه يقيم الحدود، وهذا الذي أطلق عليه دولة داخل الدولة، يشاهد ولد مع بنت اضرب، ضرب مميت لا يحل لك، هذا لا يحل لك، ضرب الحد اقرأوا في كتب الفقه، ضرب الحد يقولون لا يصح أن تضرب هكذا بحيث يرى بياض الإبط، ولا تضرب بحيث أن اليد تكون ملتصقة بالجنب بين خير الأمور أوسط. من منكم أو منهم في وقت من الأوقات لما ضرب كان الضرب بين ده ضرب لابد وأن يكون موجعا، ضرب مدمر، ضرب متلف، فالعفو والصفح كما ذكرنا معنى شرعي، وليعفو وليصفح والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس، فأنتم أهل لأن نتجمل بكل مسألة شرعية، ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله خير الشيخ سعيد عبد العظيم قدر الشيخ الدكتور على ما قدم خير الجزاء.